أهلا وسهلا فيكم، شرفتوني. أنا محمد سرحان وهي قناتي المطاعم في تركيا. اليوم إحنا عند السيكا. السيكا عبارة عن شاب ما شاء الله عليه فلسطيني من الخليل، إجا على تركيا من حوالي 3 سنوات، اجتهد بسيخ شاورما، قدم أصناف كتير مميزة وأصناف كتير طيبة عنده بالمطعم. كان شاطر بتقديم الأصناف، كان شاطر بتقديم الأسعار، وكان شاطر جداً بالسوشال ميديا. حنروح لعند مطعم القدس الشريف نجرب الأكل اللي عنده، نجرب الشاورما، نجرب المقلوبة، نجرب هاي الأكلات الفلسطينية اللي كلنا منحبها. لكن المفاجأة بالحلقة وين؟ إنه ما شاء الله عليه كمان فاتح قهوة جديدة اسمها السيكا دوز. بعد ما نخلص من الأكل حنيجي نشرب قهوتنا عند السيكا دوز ونشوف شكل القهوة اللي عنده، وحنروح على مطاعم كتير وحنزور مدن كتير. اشتركوا معي بالقناة وأهلا وسهلا فيكم. المطعم بيبعد عن مكان تواجدي 51 دقيقة. المطعم موجود في تقسيم شارع الاستقلال تحديدا. بالمناسبة كمان شارع الاستقلال شارع مشاة كتير حلو، الكزدورة فيه كتير حلوة، وفي محلات كتير وفي مطاعم كتير وفي أهاوي وأعداد كمان كتير حلوة ومميزة. وهذا وصولنا الآن على مطعم السيكا. قلت لكم مأكولات فلسطينية، عنده المقلوبة، عنده الكبة بلبن، الشاورما بيقدمها عنده بطريقة معينة. أنا طلبت صحن مقلوبة، مشتاق للمقلوبة بصراحة، طلبت صحن مقلوبة بالدجاج وطلبت صحن شاورما. الشاورما اللي عنده توم اللي بيستخدمه كتير طيب، من النادر هون ما تلاقي التوم اللذيذ. وعلى فكرة كمان الأتراك، تحديدا الأتراك، ما بحطوا مع السندوشات الشاورما توم أو مايونيز، بس فقط بحطوا بطاطا ودجاج. ونفس الشيء اللحمة ما بحطوا فيها مثلا طراطور، بتلاقي حطت لك فيها بس انه بندورة وقطعتين بطاطا. هاي طريقتهم. هلا احنا جايين ناكلها بطريقة السيكا. بسم الله. مقلوبة بتنجان او زهرة، انا شايف مقلوبة زهرة. زهرة، هاي قرنبيط. بسم الله. طيبة. الرز طيب، بس أنا من الناس اللي بفضلوا المقلوبة بالبتنجان، أو يكون البتنجان مع الزهرة، بس البتنجان عندي يا أنا أساسي بالمقلوبة. سلام على الجام، سلام على قلبك. اللي حببني بهذا المطعم التوم اللي بيستخدمه رائع، وفعلا التوم أو المايونيز هو اللي بنجح مطعم الشاورما. الحمد لله، أكل كان طيب، كان لذيذ. أنا بقدر أكمل الأكل هذا؟ ما تكتب. فاتورة، طلعت الفاتورة 67. شكراً يا حبيبي. طلعت الفاتورة 67 ليرة. صحن الشاورما طلع ب 18 والمقلوبة ب 45. التوتال كله زي ما قلت لكم 67 ليرة، يعني تقدر تعتبرها على الشخص 30-35 ليرة.
بالإضافة لأصناف كتير عنده مختلفة، في عنده كبة باللبن، في عنده كبة بالصينية، فهو بالنسبة للي طلبناه هالقد طلع السعر. احنا هلأ هنروح على مكانه الثاني، عنده القهوة اللي فتحها بحوالي أسبوعين، وبقولوا لي كمان في عنده تقديم أكل، بس احنا بدنا نروح نشوف هناك شكل القهوة وبدنا نصورها ونشرب هناك فنجان قهوة. تمام؟ يلا. كتير حلوة وكتير سبيشل، وهي كمان كانت حلقة اليوم. إن شاء الله تكونوا استفدتوا معاي، إن شاء الله تكونوا انبسطتوا وجعتوا معاي. إذا جعتوا حتكونوا استفدتوا منيح. لسه حنروح مدن كتير ولسه حنزور مطاعم كتير. اشتركوا معاي بالقناة وشرفتوني، وأهلا وسهلا فيكم.